الخير. ضيفة الليلة فنانة أرستقراطية، امرأة من زمن هوانم جاردن سيتي. كتار ما بيعرفوا إنها بنت دبلوماسي وسيدة أعمال واشتغلت في المجال السياحي، لكن الفن اختارها وعشقت الكاميرا من بعد ما اكتشفها المخرج الكبير شريف عرفة. ضيفة الليلة النجمة نهال عنبر. مساء الخير نهال. مساء الفل. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. شو هالاخضر الحلو؟ قالوا الاخضر موضه، قلت البسه. قلت البسه. هيك بتشوف الدنيا كلها خضراء. ايه الاخضر حلو. شو الوانك المفضل؟ انا برج الميزان. ايه الميزان بحب اللون الاخضر. معروف. انا بعشق اللون الاخضر، حتى في اوضه نومي احب الستاره ما فيها اخضر، او الفرش الغطا بتاع الفرش اخضر، احب الاخضر جدا. شو بتحبي كمان؟ لا اقول لك ايه، اقول لك ايه ولا حبة ايه؟ حبه. خلينا نبتدي حبة حبة ونحكي عن هالأنثى والمرأة الجميلة اللي شايفتها، الليدي الست الأنيقة الموجودة أمامي. كيف بتوصف نفسها نهال؟ أوصف نفسي؟ كامرأة. تعرفي عن نفسك إزاي كست كامرأة؟ أقول لك، أنا وقت اللزوم راجل، ووقت اللزوم ست، ووقت البيت أم وزوجة لو أنا كان معايا زوج، و حنينة جدا، بس دي محدش يقرب لها. ايه دي؟ مناخيري. مناخيري، محدش يقرب. يعني محدش يعمل لي كده، بيقولوا احنا في المصري يعني ستة. انا ايه، مش من النوع اللي استحمل حد يهاجمني او حد يتعرض لي او يتعرض لكرامتي. هنا بقلب بقى الوش اللي محدش بيشوفه. وهو ايه الوش اللي محدش بيشوفه؟ العصيان مثلا. عصيان مدني. مسلسل هتقلبي كده. مسلسل العصيان كل الناس عارفاني كنت شديده فيه. لا ساعتها ممكن برد، انا مش من النوع اللي ما ردش. يعني لو حد غلط برد، ما بسكتش. مش من النوع، في ستات بتقول لك انا ما عرفتش ارد. لا انا لو ما عملت كده ما نمش. نحن بيقولوا عنا جوابها تحت باطه، يعني بالزبط. دغري على السريع بتاعك. لمضه لمضه لمضه. وبتتصرفي كمان بالفعل ولا بس بالقول؟ ممكن توصلي للفعل، تنفذي قصص، خبريات، حاجات؟ لا، اخد بعضي وامشي. ده الفعل بتاعي. بصي، لو انا في مكان عام وحصلت لي مرتين حصلت؟ حياتي. حصل ايه؟ هقول لك، في مكان عام او عند واحده في البيت يعني بمعنى اصح، واحده انا يعني موضوع انا ما كنتش فيه اصلا، بس انا كنت متواجده فيه، فهم افتكروا ان انا بلغت حد او قلت حد واحده يعني كلام. انا ماليش، بصي انا ما عنديش طباع الستات قوي الرغي، ما بعرفش ارغي يعني. فالمهم لقيتها بتهاجمني، فانا كان حاجه من انا عصبيتي وحشه يعني، انا مش من نوع التقي شر الحليم اذا غضب، انا ما بتعصبش وبحب بيتي هادي، بحب اسمع ميوزك في البيت. بتقولي بحب الروقان كتير. روقان جدا. جدا رايقه جدا، بحب كل حاجه في مطبخ بقى بروقان، لكن عصبيتي وحشه، ما اعرفش رد فعلي. فاحسن احتراما لصاحبه البيت ان انا كنت اخد بعضي وامشي. مشيت. حتى اختي كانت معايا جري ورايا، قالت لهم سيبوها، هي عارفه ان انا طالما وصلت ان انا امشي يعني انا ممكن اضرب. انا عاوز اسالك، فسيبوني الساعه دي. ضربتي مره؟ عملتي مشكل؟ اخذت بالطار؟ خططتي؟ يعني عاوز اكتشف. لا بسيبه ربنا. لكن ارد في وقتها. وبعدين انا مباشره. انا ما اقولش لحد على حد، انا اقول لحد في وشه. وفي وشه بادب على فكره. انا ممكن ابقى ايه، عنيفه شويه يعني، ساعه الغضب ممكن ابقى شديده شويه يعني، لكن مؤدبه. ما بتشتمي او بتقولي اي كلام؟ لا ما اعرفش اعمل، بس تكوني مواجهه مباشره حاده شويه. طب تتقبلي نفس رده الفعل من الاخرين ولا لو انا لا؟ غلطانه. لو غلطانه واعتذر، ما عنديش مشكله في اعتذار خالص. لو انا عرفت ان انا غلطانه بعترف بغلطي واعتذر، اقول معلش انا اسف، انا غلطت يعني سامحوني، فما عنديش مشكله خالص في الاعتذار. بتحملي غضب جواتك يعني؟ ممكن تحمليه؟ لو كان من حد يهمني قوي يعني، من ابني مثلا لو زعلت منه، بس برضه بقول له، بس مش ساعتها، تاخدي وقت. مع ان حسام جميل ما بيزعلنيش، بس يعني لو حصل حاجه مش قصدها وانا زعلت، انا بكتم شويه لغايه مهدى
وبعدين أعاتبه. وحسام ما بيستحملش اصلا. حسام ما بيستحملش. حسام دايما بيقول احنا عندنا شاويش في البيت. أيوة. ماما شاويش في البيت، انت شاويش. كنت عايزه اقول لك حاجه، بابا كان مسافر وهو كان في سن المراهقه وسن صعب. حسام الشقي جدا. يعني انا خلفت 10 عيال في عيل. ياه. حقيقه. يعني عارفه لو انا لفيت كده يعمل شقاوه. فكان شقي جدا، وطبعا كان سن المراهقه لوحده وحيد، وانا كنت صغيره، انا متجوزه عندي 18 سنه. فحتى في سن المراهقه بتاعه انا كنت صغيره. فكان لازم يخاف مني، لازم يعمل لي حساب صاحبته وفي نفس الوقت يخاف مني وصاحبه صحابه. بس انا كنت عامله المعادله صاحب الشاويش يعني. بس ساعه الشاويش لما يطلع عايزه اقول لك. ايه بتفتكري حادثه حصلت؟ حصلت حاجه كوميدي طبعا بيني وبين حسام. حبيبي حبيبي الله يخليكي عمري. ده ايه حصل؟ حصل موقف، كان عمل غلطه كبيره وانا انفعلت. هو بصي انا عندي مشكله، انا معلمه حسام من صغره ان انا ما ينفعش يترد عليا. يعني ما ينفعش يكون صوته عالي وبيكلمني، حتى لو انا صوتي عالي هو ممنوع صوته يعلى. وفي نفس الوقت لما يعني اتكلم ما يردش بطريقه فيها مش حلوه، خلاص ما بقبلش. هو عارف الحته دي فيا. فالمهم انا ساعتها رد عليا. غلطه عمره سن مراهقه، ومش رد بقله ادب بصراحه يعني، بس رد بعنف شويه. فانا رحت قلقاني بمسك صندوق الزباله جري من قدام. عايزه اقول لك بقى الموقف، عايزه ادبسه في الزباله. لا انا عمري ما ضربته هو. انا بضرب اللي حواليه، يعني ارهاب، كارت ارهاب زي ما بيقولوا. يعني بتطلق الرصاص حواليه. انا بخاف عليه جدا طبعا، ما بضربوش هو، عمري ما ضربته في حياتي. لكن كله بضرب اللي حواليه، يعني عارفه ارهاب كده. فانا جايه برزعله في اوضته بقى، دخلت نرفزني جامد. فانا دخلت وراه عماله اشوط له في كل حاجه في الاوضه. خلاص. فماسكه منبه انا كنت جايباه من بره حلو جدا، يعني شكله ديزاين معين. وماما ده بتاعك، ده بتاعك. فقلت له طيب، رحت ادور على حاجه ثانيه. عشان بقى طبعا بعد ما اتصالحنا جاي بيقول لي ماما الكوميدي ان انا ما قلت لك ان ده المنبه بتاعك سبتيه وخدتي حاجه ثانيه. لا عقلك اشتغل باللحظه دي. ده بتاعي، ده غالي ده، ولا مش هجيبه من هنا، ما بلاقيه بمصر. ايوه. فرحت سايباه ورحت ضربه بحاجه ثانيه. يعني بس مع حسام اذا فينا نقول بتهدي اللعب شوي. طبعا دلوقتي هو بقى لبابا. مش انا، هو طبعا خلاص بقى بابايا هو دلوقتي. الله يخلي لك. برايك حسام اذا فكر بينه وبين نفسه بيقول ماما مع مراتي ممكن تكون ملاك او تكون قنبله نوويه، يعني برايك يعني بيتخيلوك ازاي؟ يعني لو مرات حسام. انا ايه طباعي؟ لا مش طباعك، لو في مرات حسام تفكر عنك ايه؟ حبيبتي. تقول عنك ايه؟ ملاك ولا بتقول عنك قنبله؟ دي بنتي وبتغير عليا اكتر من حسام. يعني مثلا ما تشغل طبعا، اصلك مشغوله مع اصحابك بقى تفضلنا ازاي؟ يعني هي اكتر من حسام. يعني هي ممكن افضل من حسام شويه، مع ان عندها الولاد وكده وبتاخد بالها منهم، بس هي ما بتشتغلش. فهي بتبقى فاضيه شويه واخده بالها مني. فانا لو اتشغلت شويه بتغير. يعني بتغير ان انا اتخذت منها يعني. مش بتشوفيها كتير، ما بتقضوش وقت مع بعض، بتزعل قوي. ولو قلت مثلا ايه حسام انا بموت فيك، تقولي وانا عارفة يعني حلو العلاقة، يعني حلو العلاقة. أو أنا بصي أنا عايزة أقول لك حاجة، أنا عندي مبدأ في الحياة بالحب، خدي كل حاجة في الدنيا. أنا ممكن ما بقاليش رد فعل غير لو اللي قدامي عمل الفعل، لكن عمري ما ببتدي أنا فعل. لكن أنا أقول إيه، أنا حتى ما كنت موظفة في شركة وموظفيني تحت إيدي، ساعة ما أدخل مديرة، ساعة ما أخرج صاحبتهم. يعني يحبوني جدا ويخافوا على زعلي. فأنا كنت أقول ممكن أخصم لحد، ممكن ابقى شديده جدا في عنيفه بادب، انا عمري ما اقل ادبي على حد او اهين حد، ما بحبش الاهانه. لكن حتى اللي عندي في البيت عمري ما اهين حد، لكن ممكن اوجه نقد يكون حاجه غلط. فانا كنت شديده كمديره، لكن في نفس الوقت ممكن اخدهم مثلا في اوتيل جنبينا هنا، لو عاملين اقول لهم عايزينكم على الغدا النهارده في البريك. فناخد بعض ونقعد نتغدى ونسهر واقول كل مشاكلهم. لكن ساعة ما ادخل المكتب خلاص ما قلب للشغل. أيوة. نهال الناس ما بتعرف عنك الحاجة دي، يعني أنت دايما بشوفوكي بالشخصية القوية اللي وقت الجد جد، ووقت اللزوم الكلام نتكلم. بس الطيبة الموجودة فيكي ليه من الناس بيعرفوها؟ اللي بيقربوا مني بيعرفوا. بعد قد يعني؟ بعد كم من الوقت؟ لا مفيش، ده هو كام يوم يعني، ممكن كمان في قعدة. يعني ناس كتير تقول لي تصوري احنا
احنا كنا بنخاف نكلمك. تقول ليه يا جماعه انا بعمل ايه؟ يعني حسيت شخصيتي قويه قوي زياده. قلت لهم عمري ما كنت شخصيتي عندي شخصيه قويه طبعا انا اكيد باينه يعني بس انا ما بستخدمهاش يعني استخدمها في موقف معين. يعني انا مثلا عمري ما صوتي عالي على جوزي يعني مجدي طبعا ربنا يخليه يا رب ونجم كبير يعني ابو حسام انا عمري في حياتي ما صوتي عالي عليه حتى اما عاتبته كنت بعاتبه في حاجه زعلانه منه بعاتبه بادب يعني انا ما عنديش حته ان انا ازعق واتخانق ما بعرفش ما بعرفش اعمل كده لكن ممكن اتكلم بهدوء لكن كلامي يوجع يعني عارفه انا واخده دي من ابويا على فكره والدك بهالطباع بابايا كان ما يزعقش بس يقول الكلمة تخبط في العظم يعني يعني أفضل إذا بتضربي ساعتها بهالحالة بالظبط بس على إنك تسمع. عمري ما غلط يعني بأدب بس بعاتب بطريقة فيها زعل يعني. على كل حال بيقولوا دايما اللي عندهم شخصية قوية أصحاب قلوب طيبة يعني قلبهم طيب بيكون رقيق. أنا رهيبة في الحنية يعني أنا عندي حنية مفرطة يعني بيقولوا أنت بدلدق حنية يعني ما بستحملش في حد تعبان يعني حتى تلاقيني دايما في مع العيانين بروح معاهم مستشفيات وعمليات لان انا ما بستحملش حد يقول اي قدامي بتعب جدا لو شفت حد بيقول اي بحب الحيوانات جدا وعندي في البيت ولا انا يعني ما بكره اشوف حيوان في الشارع اخده اوديه يتعالج للدرجه يعني دي لا انا رهيبه في الكلاب بالذات فيعني عندي حنيه جامده جدا فهي لما بيقربوا مني بقى يعرفوني لا انت حاجه تانية غير اللي احنا واخدين فكره تانية عنك خالص شايفينك بغير شكل بغير صوره انا ما بحبش الغلط. طب القناع في قناع بتلبسيني هل بالحياه قناع ايه هقول لك انا انفصلت عن مجدي وانا صغيره وكنت ابتديت ابقى فنانه وكنت عايزه احمي نفسي يعني يمكن ايام ما كنت مع مجدي ما كنتش كده قوي كنت عندي شخصيه طول عمري بس مش باينه قوي يعني ما كانتش طالعه مش محتاجة أطلعها في حماية خلاص في راجل معاك أيوة في راجل معايا فحميني خلاص أنا بقى كان لازم بطولي أحمي نفسي فحطيت الماسك. ماسك إيه كان؟ إن ما حدش يقرب ناحيتي يخافوا يقربوا يعني أنا ما أنا ما ذكرتش عشان إنه ست مطلقة اتعكست كم مرة يعني اتعكست ثلاث مرات في حياتي أربعة يخافوا ما بهزرش بيقلقوا يعكسوا يعني اللي عايز يقول لي جملة لازم يقولها لي من بعيد يقول لك دي رد فعلها ما يضمنش يعني مره فنان بيقول لي ايه احنا نفسنا نعرف حاجه هو انت ايه ستايلك يعني ستايلك ده شكله ايه مش عارف مش قادرين مش قادرين بقى نشوف الصوره طب ستايلك ايه طب قول لنا نعرف بس يعني عارفه فدول الوقت انا مش من النوع اللي اخلي ادي حد فرصه يعني زي ما بيقولوا ايه مش غامضه عمري ما كنت غامضه طبعا ده فرحي اشوف الصوره طبعا بس تشوف الصوره دي اول شيء بيخطر على بالك لا كان يوم جميل وكان يوم حلو قوي ويخطر على بالي ان اليوم ده انا روحت بيتي هو روح بيته الله بابايا ايه الجواز ايه بابايا قال لا ما فيش دخل يعني هو بس فرح هو مجدي كان مصمم يعمل فرح وقال له لازم تخلص تخش الجامعه الاول كنتش دخلت الجامعه تخش جامعتها الاول وبعدين تتجوزه طبعا مجدي ما سمعش الكلام بعد ما بابايا سافر عادي يتحنى يزن على ماما بعد كده بشهرين او ثلاثة كنت اتجوزت بعد شهرين ده مفيش شهرين طب وليه قبل تعملي فرح وتلبس الفستان قال اوكي لو عايز يعمل الفرح يعمله انا ما عنديش مشكله هاخد بنتي في ايدي واروح ده بابا كان يعني الله يرحمه باباكي كان شديد برج التور ده انا تور والله ده شديد بس ست التور غير الراجل التور يعني لا بابا كلمته ما ترجعش فيها يعني قال ان هيبقى فرح وهتروح معايا لو مين قعد له وسويت كان محجوز فوق وسبناه ومشينا في الاوتيل اللي احنا كنا فيه كان عامل لنا رويال سويت كان حلو جدا السويت كان معمول انا كانت عيني على السويت وبنام فيها انا وكنت راضي بهذا الوضع انا ما اقدرش افتح ما تقدر تفتح لا لا حتى لو اتجوزتي طب من بعد ما اتجوزتي بقى لو والدك سلطه عليكي لا بصي بابايا اجنبي في التعامل شويه يعني عنده او هو تقولي ابن اصول فكان يعرف ايه الاصول عمره ما كان يسألني إلا لو أنا لجأت له وكان يقول لي كلمة أنا ألجأ في طلاق تدخليني في طلاق ما تدخلينيش في خناقات مامتك عندك بالمشاكل اليومية المعتادة ملوش فيها وأنا كنت بدخلهم عشان هم كانوا بيحبوا مجدي جدا فأنا كنت مش عايزة أبوظ لو حاجة بتزعلني أنا كنت مني ليه لكن عمري ما دخلت
قالي غير في الاخر بقى ما كان خلاص وقت وصلتوا لموضوع الطلاق ساعه اضطريتي تتكلمي. رح احكي بموضوع الزواج بسياق حديثنا، ولكن خليني تما نطلع شوي من اطار الانثى والمراه. اليوم المرايه اللي من بتبصي عليها نهال، بتبصي على نفسك بالمرايه، بتقولي لنفسك ايه؟ بتشوفي نفسك ازاي؟ بتقولي حلويت، بتقولي كبرت، بتقولي ايه؟ بتقولي لنفسك؟ ما ببصش قوي في المرايه. يعني انا من النوع اللي ممكن وقتي ضيق قوي، عندي انا في عضو مجلس قومي المرأة صح، وعضو مجلس نقابه وماسكه اللجنه الصحيه فيها، وبتصوري وبصور وليه بص في المرايه امتى؟ انتوا عم تعملي ميك اب التصوير بس بيكون يعني بالك بال انا ببص في المرايه فعلا. انا حتى ما بعلقش صوري في البيت، يعني مش من طبيعتي. اللي كانت مامتي تعمل كده، مامتي تلاقي صوره حلوه تكبرها وتعلقها. انا عمري ما خدت صوره كبرتها وعلقتها الا لو كانت من عمل شخصيه. فانا مش من النوع اللي بتفرج على روحي، يعني طبيعتي مش من النوع اللي اقعد ايه ابص على نفسي، طب انا شكلي، طب وشي، طب لا 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 خالص مش مستبتدي. بس ما بتعني لك اللبس، الشيك، التصبيط؟ لا ده مهم جدا. ايه عندي ايه انا بصي اللبس والحاجات دي، بس دي مش مرتبط مثلا بالميك اب. ما ممكن ما احطش ميك اب، لكن ابقى اللبس لازم، حتى لو رايح اجيب لب لازم تكوني لبسه ومرتبه نفسك. ممكن تخرجي من دون ميك اب؟ ده على طول. انا بميك اب في التصوير بس. كيف كانت رحله هالعمر للمراه اللي فيك؟ بتقولي في محطات كان لازم اتوقف عندها، في محطات لازم الغيها، في محطات ممكن تكررها بحياتي، ايه يعني هيك باختصار هالجوله؟ طبعا انا اتجوزت صغيره قوي، 18 18 سنه. وكان قبلها كان الفنان رمسيس نجيب كان مكتشفني ان انا امثل، فعندي احداث. ومامتي سفرتني امريكا سنه، دي أسوأ سنه في حياتي. ليه؟ الغربه ما استحملتهاش. كنت لحالك بامريكا؟ مع اخويا طيار هناك. ايه بس كان لسه ما بقاش طيار، يعني كان لسه بيدرس. فهو انا مش عايزه اقول لك ما تحملتش الغربه خالص. فانا حياتي كلها احداث، يعني حتى جوازي من مجدي كان احداث، كان في مشكله كبيره. فانا يمكن مريت كامراه بمراحل كتير في المراه، يعني شخصيتي اتكونت بسرعه وقويت بسرعه، و كنت دلوعه وانا متجوزه. يعني كنت ساعتها ممكن اشوف الميك اب وانا صغيره عشان ابقى يعني قاعده في ناس كبار وموجودة. فانا كنت صغيره شويه عليهم، يعني كلهم مثلا كان اياميها بالنسبه لي كبار. طبعا دلوقتي بالنسبه صغيرين، حاجه و30 بالنسبه لي ده يعني ناس كبار قوي. فانا هقعد في وسط الناس دي بقى وانا شكلي صغير، وكنت بصغص جدا من جمله كانت بتتقال لي اللي هي يا مجدي صغننه قوي انت جبتها. كنت اتفقع من الجمله دي، عايزه فايه حتى اياميها جبت علبه سجاير، انا ما بشربش سجاير. لا بتعرف جبت سجاير وولاعه، ولاعه الذهب دي اللي جاد، مش عايزه اقول اسامي، ما اعرفش قال ولا لا. فبحطها كده قدامي، مش لازم اشرب، بس احطها كده قدامي عشان انا كبيره على فكره. انه انا كبيره وبشرب سجاير. فده كان ايه يعني، كان دي مرحله مريت بحياتي ان انا كنت عايزه اكبر. لما كبرت بقى كنت عايزه اصغر. دي حاله كل الستات على كل ايه. جيت مرحله عشت متدلعه جدا فتره جوازي، لان انا كنت زي ما قلت لك عندي حمايه، فالانثى اللي جوايا طالعه براحتي. فكنت فعلا دلوعه جدا وبضحك وهزر براحتي، ومش قلقانه من حد يقول عليا حاجه، ولا سمعتي خلاص معروفه انا مرات فلان، ويعني الحكايه كانت سايبه بالنسبه لي. فدي كانت مرحله. مرحله طلاقي كانت مرحله اخرى ثانيه، ان انا لازم اتقمص شخصيه غير شخصيتي. بس على فكره انا مش بتقمصها بس، انا بنفذ. يعني لو حد ضايقني بيبقى رد فعلي وحش. يعني حنشوف كيف كان او ممكن تعطي اي رده فعل اخرى من بعد ما نتوقف مع فاصل اعلاني. ايه رايك نهال؟ يلا بريك ونعود. ومع
معني هالعنبر نكمل سهرتنا وامسيتنا لهالليله وبحديث الحب والزواج. رح ردك لهالمرحله لبنت 18 سنه المتزوجه حديثا. اليوم بمجتمعاتنا عمر 18 سنه لو متواجد ولكن ما عاد اساسي، يعني ما عدنا نستعجل على زواج البنت بهذا السن المبكر. شو استفدت من هالتجربه بهالعمر الصغير نهال بعمر 18 سنه؟ كبرت يعني طفله كبرت بدري. يعني انا فاكره في الزفه انا ما كنتش حابه الزفه، ويمكن حسام انا ما عملتلوش زفه في فرحه بسبب عقدتي من الزفه وانا صغيره. ليه حصل ايه؟ لان انا طول عمري اصحابي ما عندناش حته الزفه يعني الحاجات دي مش حياتي على الاجنبي شوية. يعني شويه شوي. فطبعا انا وقفت، طبعا كان في ثلاثه من الناس الجمال، سهير زكي، فيفي عبده، نجوى فؤاد، زفوني. فكل واحده عملت وصله حلوه جدا وجميله، ده بيحيي مجدي طبعا. وفي نفس الوقت انا مش بتاعه الكلام ده، يعني مش بتاعه انا اقف عشان يعني كمان قبلهم هم كان حاجه مستمتعين بيها طبعا، لكن قبلهم كان بيعملوا الدف ده وقاعدين جنبي ربع ساعة بيدف ودني وجعتني. ما أنا ساعتها صغيرة، خلي بالك، يعني ممكن دلوقتي أبقى لطيفة مع الناس وبسمع ده، لكن في الوقت ده مش بتاعي يعني. فكنت أقول لمجدي هما لسه هيطولوا، هما يقولي ابتسمي حاضر، الصور الكاميرا بتصور ابتسمي حاضر، طب بس هما هيطولوا. طول الوقت قاعدة متجننة بتزن. وبعدين ديلي أنا مش بتاعت برضه فساتين أفراح. أنا كان الجينز اربط القميص مش عارفه ازاي، يعني انا مش يعني كنت عامله زي الولاد كده في لبسي. وحتى ماما كانت تفرح قوي ما البس فستان، ما بحبش البس فساتين. كان الجينزات والقمصان اللي تاخد اخد قميص من ورا بابايا واربطه. لو كان ناقصك سنه زياده بامريكا يعني. ايوه كمان كان زادت على كل مصايب. كله بقى. فطبعا عايزه اقول لك الديل كان مضايقني جدا. والطرحه برده كان فيها ديل يعني طويله، كان اياميها بقى موضه جدا الديل والطرحه. فانا كنت متغاظه من الفستان اساسا. يعني عايزه انا نفسي اقص الفستان وانا واقفه. حركه ثانيه وانا قاعده في الزفه ابتديت افك شعري. لا ما بهزرش والله العظيم. قعدت ماما شافتني بتشيل الدبابيك، بشيل الفراشين المحطوطه والبنس واحطها جنبي في الكرسي عماله افك مضايقاني. خلي بالك انا كنت متعوده شعري سايب على طول، مش متعوده على شينيو معمول بقى، عاملين شينيو مركبين لي حاجات في راسي متجننه. فقعدة كانت مضايقاني جدا الحاجات دي. فعمالة ماما انت بتعملي ايه؟ انت جات لي على الكوشه انت بتعملي ايه؟ قلت لها بعمل ايه؟ ماما متضايقه عايزه افك، قلت لها تفك ايه؟ ما ينفعش في صور وفي كاميرات تجننتي، اصبري زي ما انت كده وبعدين ما تنزلي بفكي زي ما انت عايزه. فعارفه كان في كنترول عليا من مجدي ومن ماما بصراحه. فجيت بقى في الرقص بتاع الفرح ده انا هقعد بقى مدلدل، رحت ماسكه الديل على الطرحه لفتهم كده اهو وعشت حياتي بقى ورقص ورقص بقى وديسكو وشغلانه بقى. الزواج المبكر قلتي لي انا اتزوجت كثير صغيره، شو سلبياته وشو سيئاته وشو حسناته كان بهذه المرحله وهالفتره؟ انا كنت فرحانه. مجدي انسان كويس جدا على فكره، وانسان محترم جدا، ويمكن حتى خلافنا كان بشياكه جامده قوي يعني. انتوا اختلفتوا على ايه نهائي؟ يعني حاجات اختلافات مكان سفر وقعدتي لوحدي وهو مصر يسافر وانا مش عايزه اعيش بره، هو ابني عايش هنا ويعني وهو كمان مش مستقر في بلد واحده، ده هو من بلد لبلد لبلد شغله لبلد. شغله طبعا. وانا 10 سنين كان كتير عليا وانا صغيره. فده كان يعني كان هو راجل محترم جدا، انا عاوزه مين يهتم فيا، انا عاوزه راجل معايا. احلى سنين عمري راحت لوحدي. عايشه لحالك وعم بتربي ولد لحالك. طبعا. وانا كنت ام واب وصغيره، كنت صغيره جدا. فطبعا انا ما قدرتش استحمل، فهو كان برضه بعقوده وشغله مش قادر يسيبه. فهنا يعني اختلفنا باحترام يعني جدا. وما رضاش يضايقني يعني، هو حاول معايا 5 سنين ان انا اقتنع ان ما اتطلقش، وانا بمنتهى الذوق برضه قلت في الاخر انا مش قادره، مش قادره استحمل. مش قادر. فاتطلقت خلاص. ابقى عارفه اني معيش راجل خلاص، انا لوحدي. فهمتيني؟ دي اريح لي نفسيا. فالمهم احنا كنا بنتكلم في مرحله الجواز البدري. ده كان سلبياته ان انا ما فكرتش في حاجه غير ان اتجوز انسان بحبه بس.
بس مفيش اي حاجه ثانيه فكرت فيها. يعني بيت، جواز، حياته هتبقى شكلها مختلف عني، الحياه مختلفه، المسؤوليه، لا ما فكرتش. انا داخله الموضوع عشان العب يعني، فهماني؟ ده طبعا منطق الوقت ده، وخصوصا 18 سنه في الوقت ده، زي 6 سنين عندنا بالظبط، 6 سنين دلوقتي. فكان بيبي خالص. دي حدي سلبيات. الايجابيات الحلوه ان انا اول تاني شهر ما اتجوزت خلفت حسام، عملت حسام، حملت، فمسؤوليه اتشالت بدري قوي عليا. يعني شلت مسؤوليه مجدي، مسؤوليه بيبي، وعشت بره في لندن 3 سنين لوحدي. مامتي كانت بتروح وتيجي عليا، بس كنت ببقى لوحدي، فشلت مسؤوليه بدري قوي كامله. يعني بيبي بيربي بيبي بالظبط كده. فبس الحمد لله يعني نجحت ان انا اربيه عدل. بس الحلو انه بتكبروا مع بعض. يعني بتصيري صديقته، رفيقته، بتخرجوا مع بعض، يعني ما بتحسي هالفرق العمر الكبير، حتى قدرة تستوعبي مشاكله وتستوعبي افكاره. الجيل ما بيكون كتير بعيد عن بعضه البعض. دي الايجابيات. لكن سلبيات، انا ما عشتش الشباب بتاعي. يعني انا على طول، انا يا دوبك ابتديت اقول انا بنت، سافرت امريكا، رجعت من امريكا، اخويا طبعا مش شديد، يعني بابا وماما ارحم، لا 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 لا، كان خايف عليا جدا. حبسني. الخروج معاه، المجيء معاه، دلوقتي المدرسه الساعه 2 بخلص، 2:10 لازم اكون في البيت، يعني هو البيت قدام المدرسه. فكن لازم ابقى في البيت. صحابي ما يقولي انا ما اروحش لحد. يعني هو كان عامل رولز، حتى بابايا كان ساعات يقول له سيبها شويه، لان هي انت خانقها، هي بتشتكي، يقولوا حاضر، لي انا اسف، هو مش شايف اللي انا شايفه. وامال تعرفت على مجدي فين؟ لا في مصر. اول ما رجعت ده على طول، ده بعد ما رجعت بشهرين. ما كانش نوع من هروب صح نهاية؟ لا لا، انا عيلتي مبسوطه بيها جدا. انا بصي، انا من نوع اللي شنو هروب من الخنقه، وممنوع تخرجي وممنوع تعملي ده في امريكا. بس ده بامريكا. لا بس ماما، مع اخوكي. لا لا، ماما كان عندنا النادي، بنروح بتراقب، بس عمرها ما تخنق. لكن تقول لي مثلا ماما انت جايه النادي؟ تقول لي لا مش جايه يا حبيبتي، انا قاعده النهارده في البيت، خليكم انتوا في النادي. او اسقف في وشي يعني كده، عارفه المراقبه اللي هي مش ملحوظه. هي ماما كانت ما شاء الله مثقفه جدا وذكيه جدا في تربيتنا. يعني ما تحسسكيش انها بتخنقك، لكن هي مراقباكي كويس قوي. يعني افتكر مره زعلت منها عشان انا كنت بعمل مكالمه تليفون، فلما لقيتني خدت التليفون للحمام افتكرتني ان انا بكلم حد بالحمام، قلقت. فراحت رفع السماعه. انا ما علقتش، كملت مكالمتها مع صاحبتي، رحت قافله قلت لها ماما على فكره انا زعلانه منك، انت ليه رفعت السماعه عليا وانت بتكلميني؟ انا حسيت بالسماعه بتترفع. قالت لي لا معلش، ما انت عملت تصرف غريب. كانت صريحه. سيدي رحت دخلتي الحمام. قلت لها ماما انا بتكلم مع صاحبتي ودخل الحمام فخدته معايا، يعني مش في دماغي يعني. فقلت بس انا زعلت ان انت ما وثقتيش فيا، انت كنت سالتيني كنت قلت لك ان انا كانت ماما بتتكلم معايا. وانا كنت اخر العنقود يعني. فعايزه اقول لك المراحل الجواز فيها سلبيات وايجابيات حلوه. في حياه حلوه عشتها بدري، في فسح وسافرت ورحت وجيت معاه وقضيت اوقات حلوه جدا مع بعض، قضيناها حلو في سفريات وكده، وحسام معانا واسره وحته حلوه. بس حسيتي في فتره من شبابك راحت وضاعت، حاولت تعوضيها بالجوازات اللي كانت بعدها؟ انا على فكره ما اتجوزتش غير مره واحده بس، الباقي كله على النت، ده مش بتاعي. لا جوزوني هم والله. واتجوزتي على اساس مرتين لا اول مره؟ لا لا خالص. انا اتجوزت مجدي الحسين والاستاذ حسن واختلفنا. ده ملح يعني شهرين، كان كاتب كتاب كده شهرين وما بس بس كانت فتره كتير سريعه كمان عشان انا كانت سريعه الجواز. وده كان هو كان ضغط منه يعني ان انا اتجوز بسرعه، وانا كنت عايزه اخد وقتي، والضغط والزن جابوا نتيجه معايا للاسف. يعني ان انا اتسرعت، ان انا اكتشفته هو راجل محترم قوي طبعا برضه، لكن الطباع مختلفه خالص، بس ما كانتش باينه لي قبل. طب ليه ما بتبين هذه الطباع عند الرجل؟ يعني تقريبا معظم الستات بيشتكوا من نفس الامر. كان حاجه قبل الجواز، واول ما سكننا في نفس البيت اكتشفت راجل تاني. بالظبط كده. ليه يحصل ايه؟ بيكون في ايه؟ ما اعرفش يعني، بيبقى خايف يوري. وقلت له ما تناقشت معاه، هو راجل محترم، لما انا طلبت الطلاق ما قالش لا. لا يعني اتكلم معايا شويه، وقعدنا فتره نتكلم، بعدين قلت له مش هينفع، مش هقدر اكمل، واكون عارف من الاول كده احسن من ما نطول وعلى الفاضي يعني. وكان محترم جدا، وطلقنا بمنتهى الاحترام مع بعض برده، وعلاقه لطيفه جدا ومش اي حاجه.
على فكره انا ما اتجوزتش غير الجوازتين دول، جوزني مخرج. انا اصلا شخصيا ما اتقابلناش غير مرتين في حياتنا. انا ما اعرفش جابوها منين. انا نفسي انا مثلا وانا اشتغلت معاه اقول ايه، انا اشتغلت معاه فقالوا قصه. طب انا لا اشتغلت معاه ولا عمري قعدت معاه في قعده، انا ما اعرفش جابوها منين. يعني نفسي اعرف جابوها منين. يلا بس كويس النهارده متكلم بالموضوع عشان اوضح الصوره. ما فيش خطوبه. طب كمان اللي قريناهم على النت ما بعرف اذا صحيح خطوبة. او لا لا، انه في كمان دعوه وتقدمت ببلاغ. ده صح، ده حصل فيه حاجه خاصه. اختلفنا ويعني خلاص والموضوع خلص وانتهينا وتمام كده خلاص. جننتي بس الرجاله. لا خالص، دي كانت خطوبه على فكره مش جواز. ايه كانت خطوبه. كانت خطوبه واتعقدت بقى، ما مش عايزه حد تاني بعد كده خلاص. لا. بطلت. هيدا كان بال 2013 تقريبا كده، من 2013. بس حتى الناس تفهم انه انت رفعت قضيه، حاول انه يهددك بالقتل لانك سبتيه. مش هددني بالقتل، هو يعني ما كبروها شويه، بس هو مضايقني. ضايقني وكان رافض ان انا اسيب. رافض انك تفسخي الخطوبه. عملتي فيه ايه؟ ما عملتش حاجه والله. والله ما عملت حاجه. انا في التزامات معينه بتفق عليها، انا بتفق معاكي على حاجه. انا بسيبك تقولي انت اللي هتعمليه، انا ما بقولش حاجه اعملها انا. يعني ما بطلبش، انا عمري ما اعرف اطلب على فكره خالص. طيب. يعني في طبيعتي في الحياه، حتى ايام ما كنت مع مجدي كان يعمل لوحده، بس انا عمري ما اقول له هات او اعمل او سوي. ففي الجوازات لي التزام معين لازم يتعمل. واحد اثنين ثلاثه للجواز، يعني مش ليا انا شخصي، يعني مش طالبه حاجه ليا، فهماني؟ طالبه للجواز يعني بشكل عام للجواز. طبعا. فبطلب، وهو اللي قال. فلما ما التزمش في ميعاد محدد كنا متفقين عليه، اديت ميعاد ثاني. اديتي فرصة. اديت فرصة تانية برضو ما التزمش. طب انا مش هقعد مخطوبة يعني كتير. انا على فكرة ماليش في العلاقات. معرفش يبقى لي علاقة براجل وعادي. انا مش بالطبيعة دي. انا يا جواز يا صداقة. نبقى اصحاب وشلة واحدة ونخرج ونروح، نبقى اصحاب حلوين جدا مع بعض، بس جواز عندي له رولز. فهماني؟ لكن خطوبة بقى تقعد تطول وبتاع ونقعد مع بعض كتير كده، انا ما بحبهاش. طب هالتجارب مع الرجال او العلاقات اللي مريتي فيهم نهال علمتك ايه عن الراجل؟ قالت لك يعني بلاش. لا ارجوك بلاش، لا يزعلوا. لا ارجوك. بلاش ازعلهم دلوقتي، يزعلوا مني وانا في البرنامج بتاعي برضو بقول كلام كويس على الرجاله وبدافع. هتفش خلق الستات. لا بصي، عايزه اقول لك حاجه. طبعا انا ما اقدرش اعمم بتجربتك، لكن الراجل ما بيفكرش قوي في اللي معاه، يعني بيفكر بمنطقه هو. لكن مش كل الرجاله برضه، بعض الرجال بيفكروا بالمنطق اللي بيسعدهم هم، وعايزك انت لازم تبقي انت بتعملي اللي هو عايزه. لكن انت لو عايزه حاجه، ولو حاجه على فكره بسيطه جدا، ما فيش تنازل انه يعملها لك. اما يتفق معاكي على اتفاق عشان ترضي يقول لك وبعدين لساعه التنفيذ ما ينفذ. وبرده مش كلهم. في ناس محترمه جدا، في ناس تخش تنفذ لكلمه الراجل. اصل انا بعتبر ايه، انا ابويا علمني حاجه، لك الراجل او انا حتى الست، ما تقوليش كلمه غير وانت هتنفذيها. لو انت مش هتنفذي قولي ما اعرفش او مش قادره. حتى مع ابني كنت كده على فكره، لما يطلب مني حاجه كنت اقول له بص مش عارفه هعرف اعملها ولا لا، بس لو قدرت هعملها لك. أوكي. ما اديلوش بروميس او وعد وما تلتزمش بيه. فانا مش متعوده حد هيديني وعود. يعني تجاربك اثبتت لك انه الرجال بتعطيكي وعود بس ما تلتزم فيها. بالظبط كده. فطبعا ده ما مش عايزه بقى خلاص، انا كده مرتاحه الصراحه. ما عدتي حاولتي نهال؟ ما صار في اي محاولات حد يتقرب؟ في محاولات بس انا مش عايزه. انا خلاص قفلت الموضوع بس ده. بس ما انت بتقولي مش كلهم مثل بعض. انا قفلت الموضوع. يعني عارفه انا مرتاحه كده، مبسوطه كده، مش هتدوش دماغي، محدش عامل لي مشاكل. انا عندي شغل كتير جدا وعندي ناس. انا بصي انا الحمد لله الحمد لله ربنا حاططني اساعد الناس في حاجات، في المرض بالذات. يعني حته ومن المرض ومن المواقع اللي انت موجوده انا احب فيها. جدا غير موقع، حتى بره النقابه على فكره. مش كله نقابه يعني. في حالات كتير جدا بره النقابه بينزلوا لي شكر، بقول لهم انا مش عايزه شكر، انا عايزه ده بيني وبينكم، مش لازم حد يعرفه. انا بحب اعمل حاجات كده مع الناس من غير ما حد يعرف يعني. فانا بقول لك ده بياخد مني مجهود كبير جدا على فكره، وقت طويل جدا. ساعات ما بعرفش ارد على اصحابي، يعني بيكلموني اقول لهم طب بصي معلش.
فتقولي بقى من يومين كلمتك وقلت لي هكلمك كمان 10 دقايق من يومين، فغصبا عني بتاخد بكون بالذات في حاله فيها بين الحياه والموت، يعني حاله سيريس وهتخش مستشفى وبلازم اتابع مع الدكاتره، يعني يعني حياتك مليئه بتفاصيل وبامور تانية. طيب ممكن الست تعيش من دون راجل بحياتها؟ لا ممكن. بصي ما بقدرش اقول ان ست ما بتحتاجش حنان، ما بتحتاجش حب، ما بتحتاجش حد يطبطب عليها او تخش في حضنه كده وتكن زي ما بيقولوا. طبيعي اي ست في الدنيا بتحب ده، لكن لو تمن ده حياه مش حلوه او حياه مش هبقى سعيده فيها مش عايزاه. يعني انا مش مستعده ادفع تمن غالي عشان عندي خيال في دماغي ان انا هبقى، انت عارفه بعد الجواز ما بيبقاش فيه الحب قوي ده طبعا، فمن يعني بيبقى خلاص حياتي بتبقى عمليه شويه الاولانيين وخلاص بيضمقل. فده انا ما عنديش استعداد لتجارب تانيه. بالحالات اللي بتقول انه انا ممكن خلي بيتي سعيد مثل ما كان بالاول، بيكون عندهم حق فيها ولا من المستحيل يبقى؟ لا ممكن. ممكن طبعا. شفت نماذج قدامك؟ طبعا. وانا بنصح الناس يعني في البرنامج عندي، انت بتدي نصائح على فكره، انت اللي ممكن تعملي في ستات، يعني في ستات بتقول ايه؟ تقول انا جوزي ما بيقولش كلمه حلوه. قولي انت كلام حلو مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، بس خلي عندك يعني خلي عندك صبر. هيتعود يرد عليك. انت اللي تعلميه من غير ما توري له انك بتعلميه. غريب، انت بتدي النصائح وبتعرفي قيمه الرجل وقيمه المراه، واخذت قرار بينك وبين نفسك نهال تعيش حياتك بعيده عن الرجل، يعني الزوج اذا فينا نقول اخذت هذا القرار. المواصفات اللي انا عايزاها مش هلاقيها. هي مواصفات ايه؟ راجل زي باباك يعني. كلمه اللي يقولها صح، احتواء، حب، حنان، أدب في التعامل جدا، واحترام، لأني لا أقبل عدم الاحترام. يعني بصي دي ممكن فيها مجازر إن أتهان. بس الصفات دي برأيك اختفت أو قلت أو غير موجودة أصبحت اليوم؟ لا مش غير موجودة، ده بتشاؤم قوي يعني، بس قلت قلت كتير. مش عايزة أتكلم يعني، خلينا عديسة كتير أحسن. لا أكتر من كده. لا قلت طبعا. عشان قلت، بس في ناس كويسه بس مرتبطين. طيب عشان كده حاله الطلاق صارت كتير يا نهال من قبل، يعني نحكي مرأة ورجل. بصي حاله الطلاق كتير، وانا واحده من ضمن التجارب السريعه، الزواج السريع. فماني ده بينتج عنه طلاق. بس حتى الزواج اللي اخذ وقته قبل او الخطوبه اللي اخذت وقتها كمان عم نشوف حالات طلاق. لا يعني ما في قاعده ثابته لا الزواج بفتره قصيره ولا الزواج لمده طويله يعني. بس هو برضه لازم، بصي لو قعدنا سنه مخطوبين اكيد هيبان في مواقف وهيصير في ملل. بس ساعات بقى الست ما بتشوفهاش او مش عايزه تشوفها. هي بتشوفها بس هي مش عايزه تشوفها عشان تكمل. هنا الغلط. انا لما اشوف حاجات ضد، هنلاقي ان في هيحصل صدام بيني وبينه، ان الطباع مختلفه، هنا لازم امشي. لان مش هتنجح العلاقه. بعد شويه هنبقى في بيت واحد. طب الصدام ده هيحصل بقى فيها طلاق؟ طب وليه طلاق؟ انا اقول لك المشكله الاساسيه كله بيعتمد انا هغيره بعد الجواز. ما فيش حاجه اسمها كده. وهيتغير بعد الجواز، وده ما بيحصلش. الطباع هي الطباع. وراجل ما بيتغيرش. ممكن طباعه تمشي مع حد تاني لكن ما تمشيش معايا مثلا. يعني ممكن ينجح مع واحده تانيه طباعهم يمشوا مع بعض. اصل بصي كل واحد غير التاني، وكل طباع انا اقبلها انت ما تقبليهاش. ممكن واحده تقول مثلا انا ما بحبش الرومانسيه، انا ست عمليه، فتتجوز واحده عمليه ينبسطوا مع بعض جدا، واحده رومانسيه جدا فتتجوز واحده عملي جدا تتعب. ما بينفعوش مع بعض. فهمتي قصدي ايه؟ فهي لازم يبقوا ماتشنج يعني. الطباع تكون متشابهه الى حد ما. برايك تقع المسؤوليه بفشل علاقه على من اكثر، الرجل ام المراه؟ ما مش شرط. ساعات الرجل وساعات الست. من خلال تجاربك ورؤيتك للحواليك بتشوفي مين السبب؟ مين اكثر؟ الرجل. الراجل. ليه؟ في الكام حادثه اللي انا شفتهم، مثلا واحد اتجوز على مراته فكانت مشكله ثانيه. يعني ما استحملتش الست. مثلا بيبقى غالبا ساعات بقى في حاجات كتير ستات، وفي ستات عشان برضو ما اظلمش الرجاله، في رجاله زي الفل لكن في ستات بتتعامل وحش قوي في البيت. يعني اجريسيف، ما فيش حنان، ما فيش حب، ما فيش احتواء. حتى اقول يعني مثلا جوزها جه داخل من الشغل
تعبان وهلكان وطالع عينه، تلاقيها تقابله بمشاكل، طب ما تصبري لما يتغدى يقعد يشرب الشاي وقعد على الرواقه وريح فك دماغه شويه بعدين اناقشه اقول له على المشكله، لكن مش اول ما يدخل. فساعات برضو ما اقدرش اقول للراجل برضو يعني انا بقولها وارجع فيها اقول لا، ما برضو ممكن ساعات الست ساعات بتبقى ست نكديه وست غيوره، بس يمكن الطامه الكبرى مثل ما بيقولوا تقع على عاتق الرجل بهالحاله، عشان هو اللي بيقول كلمه الطلاق. بس يعني انا في رجاله بحترمها انها ما تتسرعش في الكلمه، يعني اما الست بتصور او في حاجه وهو شاريها بيسيبها شويه، لا طب نبعد بريك، نبعد عن بعض شويه وارجع اكلمك تاني، شوفي نحاول تاني، يعني هو اصلا مش لازم يعني لو حصل اول خلاف نتطلق، هيدي يعني بدك قدره على الاستيعاب على كل حال. طبعا طولة البال ندي فرصه مره واثنين وثلاثه لما تبقى الدنيا خالص، بالذات لو في عيال في اولاد دي لا. نحن دينا اول بريك، حندي البريك الثاني براحتك بدل الفرصه. مش هشرب حاجه في البريك ده؟ لا طبعا تشرب يعني ينشف كده عندكم قهوه يا ريت. يلا قهوه بنشوفكم بعد الفاصل. ونصل مشاهدينا إلى الفاصل الأخير من حلقتنا وحديثنا اللي من خلاله عم نتعرف مع نهال عن نظرتها رؤيتها للرجل للمرأة لهذه العلاقة الشائكة دائما منقولة والصراع الأزلي بين الست والراجل. لو كنت راجل نهال أي نوع من الرجال بتحب تكوني؟ شاب الحلو؟ مش لازم حلو بس إيه منسق يعني أو ما أحبش التخيل يعني لا أنا بتكلم أنا يعني ممكن يبقى عادي يعني في ناس بتحب بس أنا بتكلم أنا أحبه جسمه متناسق سمباتيك سمباتيك واحبه شيك جدا انا بصي الشياكه والجزمه اهم حاجه الجزمه بجد لا بجد تهمني جدا يبقى الجزمه لابسها نظيفه بتبصي اول شيء على البياض اول حاجه ابص عليها جزمته واخبارها ايه بهمك البراندز على فكره ولا لا مش لازم طبعا بحب البراندز بس اقول لك حاجه مش شرط ممكن تبقى جزمته حلوه وشيك ومش براند هيدا بالشكل الخارجي بالمضمون مثل ما قلنا رجل بكل ما الكلمة من معنى. لو كنت راجل مين الست اللي بتجذبك؟ الأنثى. أي نوع ست؟ هيك أعطيني شي صورة لفنانة ما بعرف حدا أنت بتحبيها بتقولي دي الأنثى لازم هي؟ يعني بهالمواصفات تبقى مراتي هند رستم. هند رستم ستايل ده الأنثى يعني أنا لما أكون راجل عايز مراتي ست مش عايز مراتي راجل معايا في البيت فلازم انثى فهي ستايل دلع هند رستم بجمالها بشكلها على شاديه على عارفه بتوع زمان الحلوين دول فيهم الدلع الراقي 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 لو كنت راجل تاخدي ست في موعد رومانسي ازاي وفين؟ لازم اعمل لها مفاجاه ولازم اعمل لها حاجه ما كانتش تتوقعها يعني اعمل لها مثلا مكان احجزه لو انا عندي امكانيات اوكي لو مش امكانيات قوي اعمل لها على اسكيل ضيق اوكي لازم اجيب لها كادو في اول مقابله وكادو يخضها يعني ايه اكسبنسيف يعني مش اكسبنسيف او معمول يعني حد انا عاملاه يعني او مش انا شخصيا عامله يعني او انا راجل يعني مش شفته يعني كده واشتريته الراجل لا شغال يعني لازم اغلوه لكن ممكن يكون فضه مثلا بس مكتوب اسمها واسمي مثلا يعني معمول حاجه قلب جميل حلو وفيه الاسامي حاجه فيها تعبير عن الحب انا بحب الهدايا واحب هادي على فكره مش بس هدايا يعني انا ولو مش لازم تكون غاليه على فكره بس انا احب التريكات بتاعت الهدايا قوي واعملها لها في علبه فيها قلب احمر حلو جميل حلو بصي احب الراجل اللي يقدر الست فانا لو راجل لازم هقدر الست واعملها بدلع وحنيه واعرفها قيمتها عشان هي تديني اللي عندها كله تفتحي باب السياره والاتيكيت كل الاتيكيت طبعا لو كنت راجل حتكون راجل غيور ولا لا وسط بتغيري انت بطبعك لا ولا مره غرتي لا غرت لا غرت طبعا إيه؟ صغيره كنت بغير بتعملي ايه كردت فعل لا هقول لك على موقف حصل احنا كنا قاعدين وواحده مش عجباني
يعني نظرتها مش شكلها مش عاجبني. وانا كان مجدي قدامي وانا قاعده قدامه، واحده فضلت ماسكه ودنه يعني مخلياه مش قاعد مع الناس. يعني ايه؟ انا ممكن افوت ده خمس دقايق تقول له اللي هي عايزاه وخلاص. لكن بقى قاعدين وهي قاعده، هو انا عارفه انه مؤدب جدا، فهو قاعد حاطه بقها في ودنه ومش عايزه، مش عارفه تحكي له في ايه. مش فاكر قال لي ساعتها كان ايه، في موضوع بتحكيه له، بس يعني ما ينفعش في وسط الناس، منظرها مش حلو. كل الادب جدا له، مجدي تعالى هنا تعالى اقعد جنبي بس. هو قام جري جه قعد جنبي. طبعا هيشتري نفسه اول الجمله دي بادب بعد شويه ما اضمنش. تعالى يا حبيبي. هو هو حس انها مزوداها، فهو طبعا مصدق ان انا قلت كده، فراح قايم قعد جنبي يعني. وما كلمتوش. لا بس في ستات واقحين يعني، الستات بتزيد بالتصرفات يعني. لا اليومين دول لا، انا بشوف حاجات اوفر في بعض الناس، حرام، عشان في ستات محترمه جدا طبعا. لكن في بعض المواقف بتحصل قدامي انا ببقى مذهوله، ويقعدوا ده بيحصل عادي على فكره، ما تبقيش فاتحه بقك كده. مذهوله كده من زمن مين. يعني بيعكسوا الراجل وهو متجوز، ويعني عادي وش ده مراته يعني، مراته قاعده وعادي جدا يعني. يعني عماله تسبل له عادي ومراته موجوده. ايوه. طيب اليوم نهال اذا تعرضت لنفس الموقف بتكون رده الفعل بتاعتها إيه مختلفه؟ الغيره وحد الراجل اللي معاكي الست بتتقرب منه بشكل، بتتصرفي بنفس الشكل ولا الاتيتيود؟ لا لازم بتبقى ادب. بس انا بصي ما اقدرش، اولا ما احبش الفضايح، وما احبش حد يعلق يقول دول اتخانقوا في ترابيزه، وبعدين انا معوز اعاتب جوزي اعاتبه بيني وبينه. ما اعاتبوش قدام الناس، قدام الناس كلها، ولا اقلل احترامه قدام الناس. فانا بعمل ادور على حته ذكيه، اقعد افكر بقى، عارفه مخي يشتغل ايه الموقف اللي ممكن اعمله اسحبه من غير ما اعمل حاجه. اقوم اروح واخده مثلا احط ايدي عليه، مدي عايزاك في كلمه بس ممكن اقول لك حاجه، اخده مثلا لو كان يعني حد تاني هاخده وامشي بيه بعيد وارجعه قعده جنبي يعني. عارفه هعمل تصرف مش باين وشيك اسحبه من غير ما اقلل من دون ما تعمل فضايح. طبعا. لو كنت راجل واتجوزت نهال هتغيري فيها ايه؟ اغير فيها اقول لك، اولا مسرفه. برج الميزان ايدي مخرومه اساسا، فاغير انظمها شويه واخليها تعمل حاجه للزمن. لان هي مسرفه. ما خليتي حاجه للزمن؟ مش قوي. بيت ما بقى، انا بصرف جامد على لبسي، على فسق يعني، خروج، احب اسافر، احب اجي، بعمل حاجه انا بنفسي بعملها انا. فكل حاجه بحب اعيش، بحب اجامل يعني. انطلاقا اصرف ما في الجيب ياتي كم في الغيب. هو دي يعني مش منطقي قوي، بس انا بقيت منطقي يعني، غصبا عني بقيت اعملها يعني. فهمت قصدي يعني؟ الحياه يعني ببقى عايزه اسافر النهارده، بسافر بتكلف كتير. وانا بحب السفر جدا. فعارفه يعني بقت الحكايه كده يعني. فلكن عايزه اقول ده لا، دي عيب، عيب لازم يتصلح. واني اشتري هدوم كتير برضو دي لازم عيب يتصلح. تشتري كتير؟ لا بشتري يعني. انا ما ينفعش اشوف حاجه وما تعجبني ما اخدهاش. وبعدين اقول ايه، طب انا خدت كتير قوي فكفايه، وممكن اروح نازله تاني اجيب برضه. لا انا بحب الشراء جدا. بتحب اللبس والشوبينج يعني بشكل عام؟ الشوبينج هدوم. لو اتجوزت نهال كنت قللت من المصاريف او قلتي لها تخف شويه؟ بالوقت اللي نحن فيه نهال اصبحت الفلوس اهم من الحب والعواطف؟ لا ما اقدرش. ليه اصبحت الناس اليوم بتقارن الشخص؟ لا بس صار في مثل موجه كبيره يعني، صارت معك قرش تسوى قرش، الفلوس لها اهميه. انا حتجوز مين، حرتبط بمين اذا ما عندوش فلوس، ما معوش امكانيات يعني. صارت البنات بياخذوا هذا الامر بعين الاعتبار، اساسي اصبح. هو عشان يفتح بيته. ما انت هتتجوزي واحد مش قادر يفتح بيت، ما احنا بنتكلم برضو كلام عملي شويه. انا مش بقول الحاجات الاوفر، بس النهارده انت رايح تتجوز على الاقل يفتح بيته، ولا مين هيصرف عليه؟ الا لو كانوا الاثنين يتشاركوا انا ما عنديش مشكله. لو في بدايه حياتي انا شارك جوزي انا ما عنديش مشكله، نكون حياتنا سوا ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله في البيت وتشتغل، ده ما عنديش مشكله. لكن النهارده لما انا هفكر اتجوز، لو انا دلوقتي يعني نهال بقى دلوقتي هفكر اتجوز، هتجوز واحده امكانياته اقل مني، ما ينفعش. من انطلاق يا زيي يا اعلى. وفي رجاله كمان بيقبلوا الستات تصرف عليهم،
انا ما احترموش خالص. الراجل اللي يتصرف عليه غير ان ست تشاركه، مراته تشاركه في تاسيس بيت، في الولاد، في الحاجات دي، انا ما عنديش معترض ان الحياه صعبه ومحتاجه مشاركه. لكن انا بتكلم على ان تصرف عليه، لا. انا لو قعدت في حته ومعايا خطيبي او جوزي وفتحت شنطتي، خلصت الموضوع في ساعتها، خلص، خلص الموضوع، سقط من عينك، وقع، خلصت. الاعتزال للفنانات، انت ذكرت باحدى اللقاءات انت قلتي انا ضد ارتداء الحجاب، صح هذا الامر؟ لا انا عمري ما قلت كده، ده حاجه دين ما اقدرش اتكلم فيها. كل واحد حر. بصي انا ضد ان اتخش في حريه حد، وانا ما بتكلمش في الدين خالص. يعني طبعا لا، الحجاب اللي عايز تحجب ده حاجه جميله انها قدرت تعمل ده. لكن انا ممكن اقول ضد الاعتزال. انا ما بحبش اعتزل الفن. انت ممكن ترتدي الحجاب نهال؟ لو ربنا اراد ما فيش مشكله. انا على فكره متدينه جدا. يعني انا بصلي وبقرا قران كل يوم، وانا عندي يعني صله بربنا الحمد لله، الحمد لله كبيره، ما بعملش حاجه تغضب ربنا. ممكن بس الحاجه الوحيده، حتى انا لبسي كله محترم ما عدا الحجاب. ولو ربنا قدرني ما عنديش مشكله طبعا، بالعكس حاجه جميله. يعني ايه الامور اليوم بعد بتفكري بدك تعمليها واحلامك بتحسي بعدها باولها نهال؟ ايه هيك ضمن احلامك؟ ايه اللي بيداعب مخيلتك وطموحاتك بعد تقولي عبالي اعمل الحاجه دي؟ إيه بزنس. بزنس خاص فيكي؟ هيكون ايه؟ مش عارفه، بس انا مش شاطره قوي في البزنس، بس لازم اعمل حاجه. هو يعني حاجه تكون، انا مثلا فكرت فتره ان انا اعمل مطعم مثلا، اوكي، وبعدين ما حبيتهاش. قلت طيب بيوتي سنتر، بعدين ما حبيتهاش، وبعدين قلت انا يعني انا عايزه ابقى دكتوره الصراحه، يعني افتح عياده بقى، ده الحل. ان انا بفهم قوي في الحته دي، لسه النهارده دكاتره قاعده معاهم. طب يعني طب ايه، نجيب لك الكارنيه؟ يعني دخلك النقابه بقى ولا ايه؟ بتاعت رشتات وبتاعت وصفات، يعني عماله اتناقش معاهم في الادويه والكيس اللي كانت موجوده معانا، وبتكلم معاهم باكسبريشنز طبيه وادويه. فقال لي اطلع الكارنيه ولا اعمل ايه بقى؟ قاعد حاكي الدكتور اللي كنت بتكلم معاه. فعايزه اقول لك مش عارفه، يعني انا مش عارفه حتى، انا خايفه من ان اعمل مشروع وما انجحش فيه. يعني يعني عارفه لازم ابقى دارسه جدا الحاجه اللي اقدر اعملها وانا اقدر اعملها. لكن انا نفسي فعلا ابقى عندي بزنس خاص بيا، عشان لما كنش فيه شغل ابقى مشغوله بيه، يعني حاجه تشغلني وفي نفس الوقت ابقى عندي دخل. صح، يكون عندك دخل ثابت، لانه الفن مش ثابت طبعا، اللي نحن فيه منه ثابت، بين يوم ويوم بيتغير. فالوظيفه او البزنس الخاص بيعطيك نوع من امان طبعا. نصائح كثيره بتوجهيها للستات اليوم، نصيحه من تحيا الستات لمشاهدات هالبرنامج، بتقولي لهم ايه؟ اقول لهم عيشوا حياتكم وخدوا الطاقه الايجابيه دايما، وسيبوا الطاقه السلبيه. كلنا عندنا مشاكل، وكلنا ممكن نصحى الصبح نلاقي مشكله وقعت فوق دماغنا. لو خدتيها بهدوء وخدتيها بطاقة إيجابية هتتحل أحلى ما تاخديها بطاقة سلبية. وحتة تانية، لما أكون متعصبة قوي ومتنرفزة قوي ما أعملش أي موقف، أستنى لما أهدى وبعدين أشوف رد فعلي هيبقى إزاي. لأن أنا لو أنا متعصبة هيبقى رد فعلي مش محسوب، لكن لما أكون حاسة أن أنا في قرار لازم يتاخد وفي انفعال حاصل، لا، اوعي تاخدي قرار وانت منفعلة. حتى في جوازك، في خطوبتك، في مع خطيبك، مع جوزك، في بيتك، مع ابنك. دي نصيحة تانية. نصيحة تالتة، عيشي حياتك وخلي وقت لنفسك. إن شاء الله يا رب ساعة في اليوم ليا أنا، بتاعتي أنا، ملكي أنا، أعمل فيها اللي أنا عايزاه. إن شاء الله يا رب تقفلي الأوضة وتفتحي ميوزك وتقعدي تسمعيها، بس اعملي حاجة لنفسك مش تقدري تدي غيرك. دي نصيحة. حبي نفسك بكل بساطة. لازم تحبي نفسك. حبي نفسك عشان تحبي غيرك، لازم تحبي، لازم تحبي وتحبي عائلتك. اكيد هذا الامر بينعكس على بيتك وعلى كل اللي حواليك. ذكرت الطاقة الإيجابية، وجودك معي الليلة كان طاقة إيجابية. شكرا كثير لحضورك معنا نهال، بدي أتمنى لك كل التوفيق وربنا يكتب لك السعادة لإلك ولعائلتك. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. أهلا بيكي، وأنا سعيدة جدا بالبرنامج الجميل ده حبيبي. وكلامك في منتهى الجمال، وانا سعيده ان انا معاكي النهارده. تسلمي لي، شكرا كثير لك. شكرا مشاهدينا لمتابعتكم، والى اللقاء في حلقه اخرى من تحيا الستات.